واهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين بحلقه جديده من برنامج انا وعافي معكم الشيف محمد شبشول، واليوم حضركم ثلاث اطباق جديده. اليوم رح نبلش بشوربه البصل، بعدين عاملين تشيكن فرانسيز هو صدور دجاج كثير ظريف، وعاملين فوتش النوتيلا. خلينا نبلش باول دش لليوم اللي هو اونيون سوب. مين ما بحب الاونيون سوب؟ الاونيون سوب اليوم عاملين بدي بلش بالبروث اللي هو المرقة اللحمة، بس انا حاط عليها شوية ديمي جلاس. عندي هون نوعين من البصل الابيض والاحمر، عندي شوية هيربس مع باي ليفز، عندي طحين للسماكة، عندي هون توم، عندي الامنتال تشيز، عندنا الزبدة، طبعا عندنا الخبز. شوربة سهلة كتير، شوربة كتير عالم بحبوها بيسألونا كيف بتساووها، فاليوم رح نسويها على طريقة الفنادق والمطاعم. خلينا نبلش اول شيء بتقطيع البصل. مثل ما شايفين مكوناتها كثير سهله، بس التكنيك هو دائما اللي بيلعب دور بها الشوربه. طبعا في كثير بيستخدموا مرقه اللحمه وبيعتمدوا على حرق البصل مع الطحين. انا اليوم ما نحرق البصل كثير، بس لازم يكون كارمولايز لانه بالنهايه هلا بنفرجيكم كيف بالتطبيق، ولكن لتعطوه غنى اكثر وطعم قوي اكثر لازم نحط شويه ديمي جلاس، يعني يكون مرقة اللحمة عن جد مرقة لحمة متعوبة عليها يعني. تمام؟ هلأ لنبلش أول شيء بالبصل الأبيض والبصل الأحمر، بدنا نقطعهم ونحطهم بالطنجرة. فيكم تستعملوا نوع واحد بصل يكون البني، إذا عندكم تستخدموا البصل البني كمان فيكم تستعملوا البصل البني. أنا اليوم استعملت المزيج بين هالنوعين البصل، يعني هذا لأنه حسب الريسيبي اللي أنا عامله. ما فيها سكريت، بس لحتى فرجيكم انه كل شيف له طريقه بيشتغل عليها. انا بحب امزج بين البصل لانه كل بصل كل لون بصل له طعمه طبعا مختلفه عن الثاني. هلا المزج بين الوايت والريد كثير ظريف، لانه الريد شوي مثل ما حكيت حد هيك في لسعه، والابيض سويت سو بيعادلوا بعض بالاكل. هلا ان بتوين فيكم تستعملوا اذا بتحبوا مثل ما حكيت البراون، البصل البراون لونه بيجي على بني فاتح. طيب هلا كالعاده رح نبكي شوي اذا قشرنا بصل كثير، بس وحده من القصص اللي لازم تعرفوها انه بس تقشروا البصل لازم يا تحكوا يا تاكلوا علكه، يا اما تتنفسوا وتحاولوا تتنفسوا من زمكم مشان ما ينزل دموعكم. تمام. سو منبلش بالتقطيع. خلينا نقوي النار شوي هون مشان نبلش دغري بالبصل. طبعا اكله ديليجيتد شوي، بدكم تطولوا بالكم عليها، تحركوا البصل كثير ما تحرقوه، لازم يكون لونه بني. طبعا منبلش بزيت زيت الدرق، منقطع البصل. البصل لازم يتقطع بشكل جوليان او خلينا نقول جوانح. البصل لازم يتقطع كله نفس السماكه. فيها بصل كثير، بس كثير بتستاهل. شوربه كثير مشهوره، فيكم تحطوا مع جبنه جروير، فيكم تحطوا مع امنتال تشيز، يعني بهذا الشكل. أنا بلشت عيوني تدمع. سو خليكم عم تتنفسوا من دمكم انتم عم تقطعوها. يعني بجوز نطلع فاصل إذا بكيتها. هي ظريفة يعني. تمام. خلونا نبلش بقلي البصل. طبعا هي بتحتاج بصل كتير. هلا اليوم بعلمكم طريقة التعريق كيف تتعرق. طبعا بس تساوي كميات كبيرة لازم تتعرق.
طبعا فيكم تستخدموا مع الوايت توست. اليوم انا استخدمت الباجيت. الباجيت كتير ظريف معه. تمام. خلونا ننظف ايدينا شوي. ننظف الطاولة. ونبلش بتحريك الشوربة. هلا ضفنا الزيت، بعدين بنصير نضيف الزبدة. هون مو الهدف انه نعمل رو، الرو اللي هو كميتين متساويتين من الطحين والزبدة، لا، نحن رح نضيف الزبدة لتعطينا الدسامة وتعطينا الطعم الطيب. الطحين هو للسماكة، بس انا ما حضيف كثير، انا عم اعطيكم بس تيبس انه اذا بحال ما عندكم ديمي جلاس، المرقة تبع اللحمة او الدجاج كيف تسمكوها. طبعا اللون البني بيعتمد بشكل كامل على البصل، كيف انتوا عم تعرقوه او كيف عم تعملوا كارملايزيشن. طبعا لاحط هلا الملح والفلفل الاسود. من اول اكزوست هون مطابخ سكافوليني الاكزوست كله بيلد ان. طبعا في عندهم اكزوست اللي بتعلق بالسقف، طبعا حسب اللي انتو تختاروه من عندهم. لاحط شوية باي ليفز، شوية تايم، ما حط روزماري اليوم. لبينما يتحمص البصل رح اترككم مع المقادير. هلا البصلات صار معنا لونهم تقريبا ممتاز، مثل ما شايفين صار لونهم بني غامق. حكينا على شيء اسمه التعريق. التعريق لشوربة البصل هو كتير كتير شغلة سهلة. نحنا منغطي شوربة البصل بهذا الوضع، والبخار اللي بيطلع بده يضرب بسقف الطنجرة وينزل على شكل قطرات. هذا هون الطعم كله، هون النسخ تبع البصل كله بيصير معنا هون. فنحنا سكرناها لحتى صار معنا هذا اللون، وحركناها مثل ما بتشوف هون شوي هيك بتحسوها لزجة، هذا من التعريق اللي صار. هلا بدي احط عليها معلقة طحين صغيرة، يعني تقريبا 15 جرام بس مو أكتر، لأنه مثل ما حكيت أنا حاطت ديمي جلاس. ومنحركهم مزبوط. شوربة البصل تقريبا هيك منتهية. هيك أمورنا ممتازة، لون البصل كتير كتير حلو. هلا رح ننزل مرقة اللحمة. تمام. هلا بنخليها على النار لحتى تغلي مزبوط وتسمك. يعني ما تسمك كتير، شوي. هلا لبينما تغلي مزبوط رح نساوي الخبز تبعها. بنقوي النار، خليها تغلي شوي. هلا بنبلش بالخبز. طبعا انا اليوم استخدمت خبز الباجيت، بنقطعه على قد الزبديه اللي عندنا، قطعتين بكفوا. هلا بقولكم شو رح نساوي فيهم. نحن رح نعملهم بيكينج، ف بنجيبهم بهالشكل. انا عندي هون توم. التوم
بحاول امسحه بالخبز مشان يعطينا طعمه شوي قويه. بيروح كثير مع الجبنه اللي هي الايمنتال بهذا الشكل، وبهيك ما بنكون حطينا توم بس، ولكن بيكون في الطعم. تمام، هلا بنحط الجبنه وبنحطهم بالفرن حتى تدوب الجبنه صح، بعدين نحطهم على الشوربه. طبعا في الايمنتال فيكم تحطوا جروير تشيز، جروير تشيز كمان كثير ظريفه معه. انا اليوم اخترت الايمنتال. هلا بناخذها على الفرن تقريبا 8 minutes حسب تمام. هلا بنرجع للسوب، انا رح اخذ معلقه زبده وحطها وخليها تقلب مع بعض. بنحركهم مزبوط، ريحتها كثير بتجنن، سماكتها ممتازه، ما بدي سمكه اكثر من هيك. المخرج عم يقول لي علي الكبجاي، اذا عليتها هلا نتحمم بالشوربه، فقد ما فيني يعني رح ارفعها وبعد عنها. تمام، رح احاول اخذ شوي من السوب، هيك لازم تكون سمكتها ممتازه جدا. اسمك من هيك ما يعني ما صفيت شوربه، صفيت كايند اوف فيليتيز. تمام، طيب لبينما تغلي الشوربه شوي والخبز يصير جاهز للبرزنتيشن، رح اترككم مع المقادير. الشوربة صارت معنا جاهزة، الخبزات صاروا معنا جاهزين، هلا عنا مرحلة التقديم. خلينا أول شيء فرجيكم الشوربة كيف صارت، طعمها كثافة تبعها بتجنن. خلينا نروح هلا على الفرن ونجيب الخبز. طبعا هالشوربة كتير بتحب البصل، بتحب التشيز، يعني تلاقوا طعمات كتير حلوة. واو، كتير كتير ممتاز الاستواء تبعهم. خلونا نبلش بالسكر. طبعا كمية البصل لازم تكون معتدلة مع الصوص اللي انتم حاطينه، يعني او قصدي مع السوب، مع الليكويد اللي فيها. تمام، هيك ناخذ التيشو ونشوف كله تمام كلين. خبز حطيناه على الوش، ناخذها على طاوله التقديم. شوربة البصل مع التوست مع الجبنة صارت جاهزة. بعد الفاصل رح نساوي تشيكن فرانسيز.